شهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ختام منافسات سباق الآيرون مان في الشرق الأوسط آخر جولات سباق الترايثلون، والتي انطلقت صباح اليوم بمشاركة نخبة من أبطال العالم وأبطال الألعاب الأولمبية وعدد من الأسماء الكبيرة في هذه الرياضة، إلى جانب رياضيي البحرين المشاركين في هذه البطولة. ولدى وصول جلالة الملك المفدى حلبة البحرين الدولية الفورميلا 1، كان في استقبال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وقد قلد جلالة الملك المفدى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الميدالية التقديرية، وهنه بإحراز هذا المركز المتقدم في هذا السباق. كما هنأ جلالة الملك المفدى فريق البحرين للتحمل القدرة بإحراز المتسابقة دانيال ريف المركز الأول في سباق السيدات. ثم قدم سمو الشيخ ناصر إلى جلالة الملك المفدى إيجازا عن هذا السباق الذي أصبح من الرياضات التي تحظى مملكة البحرين بتنظيمها في منطقة الشرق الأوسط، وعن عدد المشاركين في بطولة الأيرومان. وبهذه المناسبة هنأ جلالة الملك المفدى سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد على تنظيم هذا السباق وإظهاره بالصورة المشرفة، مما يعكس قدرة مملكة البحرين على تنظيم مثل هذه الرياضات الكبيرة واستقطاب أفضل الرياضيين العالميين. وتبادل جلالة الملك المفدى الأحاديث مع الرياضيين المشاركين في هذا السباق الذين أبدوا شكرهم وامتنانهم لمملكة البحرين على تنظيمها لسباق الأيرومان، وتقديرهم لما قدمته من تسهيلات وإمكانات لإنجاح هذا السباق. وأكد جلالة الملك المفدى أن هذا الحدث الرياضي حظي بمتابعة وحضور جماهيري كبير، وعكس المنافسة الشريفة بين رياضي العالم، منوها جلالته أن الرياضة وسيلة لتعزيز والتعارف والصداقات والتعاون بين رياضيي العالم، متمنيا جلالته للمتسابقين كل التوفيق واستمرار النجاح. Majesty, the King of the Kingdom of Bahrain, His Majesty, thank you very much for having us. Ladies and gentlemen, the inaugural Ironman 70.3 Middle East Champion Bahrain. Welcome Lucy Zelenkova. But please make a noise, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa. How deep is your love? As His Majesty the King presents Sheikh Nasser with the medal. You can beat the world, you can beat the world. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the Hall of Fame, yeah. Sheikh Nasser, this is your Hall of Fame, surrounded by your family, your loved ones, and the beautiful people of your kingdom of Bahrain. Ladies and gentlemen, one more time, everybody. Make a noise, Sheikh Nasser, 1, 2, 3, come on!